أهلا بكم مشاهدينا إلى المسائية، إطلالتكم اليومية على أبرز الموضوعات والقضايا. وفي فقرتنا الليلة نتابع: ليبيا، الوفاق تعلن السيطرة على ترهونة وقوات حفتر تتراجع نحو بني وليد. الله أكبر، الحمد لله، قلب ترهونة وين هيجوا فسترونة تو. الله أكبر، كان يتهربوا وين مش عارف. ثلاث سنوات على حصار قطر، دوحة تعزز أوراق قوتها والرباعي في مأزق. شركة العال الإسرائيلية تبث مسار رحلتها من الأرجنتين إلى تل أبيب في أول رحلة تجارية إسرائيلية تعبر أجواء السودان. البرلمان التونسي وعضو ائتلاف الكرامة عبد اللطيف علوي يهاجم السعودية والإمارات ويتهمهما بالتدخل في الشأن التونسي. كل التعازي كذلك من خلال القنوات العبرية والغد وسكاي نيوز إلى آل ناقص وآل منشار وآل طحنون، ونقول لهم: أدام الله خيباتكم وهزائمكم. الناشط المصري محمد سلطان يؤكد استمراره في إجراءات التقاضي ضد البلاوي في أمريكا، ومحكمة تخطر المتهمة بعريضة الدعوى الجنائية. عندما يكون الشخص الذي أمر بتعذيبك وأمر بمحاولة قتلك يتجول بحرية في وسط العاصمة، لديه وظيفة مرموقة ونوع من الجرأة حتى يشعر بالأمن والأمان. إنها قصتي. كيف استفاد السيسي من الحملة الفرنسية في مواجهة كورونا؟ الإجابة عبر فضائية مصرية خاصة. حدد مصداقية هذه العبارة. مبدئيا يا شباب، أول ما يقول لك مصداقية هذه العبارة يعني العبارة دي صح، حدد بقى مصداقيتها. عندما انتشر فيروس كورونا استفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي من علماء الحملة الفرنسية. إيه يا أستاذ ده؟ لما ظهر فيروس كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي استفاد من علماء الحملة الفرنسية. أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبي أنها بسطت سيطرتها على مدينة ترهونة، آخر معقل لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الغرب الليبي. وقالت إنها تقوم بمطاردة مقاتلي حفتر الذين تراجعوا صوب الصحراء ومدينة بني وليد. وبإعلان سيطرتها على كامل حدود العاصمة طرابلس أمس وعلى مدينة ترهونة اليوم، تكون حكومة الوفاق قد أنهت وجود قوات حفتر في الغرب الليبي، واستعادت كل المناطق التي انتزعتها تلك القوات عندما شنت حملتها على طرابلس قبل 14 شهرا. الله ربي يحفظك ان شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، ربي يحفظك ان شاء الله. الله اكبر، الحمد لله، قلب ترهونة وين هيجوا فسترونة تو. الله اكبر، كان يتهربوا وين مش عارف. الله اكبر، الله اكبر، الله الحمد، فسترونة. الله اكبر، الله الحمد. حراسة مشددة بالمصفح، يراجي في الطائرة بيهرب وسيبهم باقي في طشير. ما كان حد، احنا في ترهونة راه ندور شيء ما تلقى شيء. الله اكبر، وين اللي يعيطونا وحنا وجزيرة ثانية بسماري جزيرة فرناس وصلتها المسال شكلها في جزيرة ثانية في بنغازي مازال احنا بنمشي نشوفها. الله اكبر، الله ان شاء الله ربي يسلم التريس وان شاء الله ربي يتقبل الشهداء، وباذن الله والله النصر كل يوم، ما شاء الله كل يوم نصر خير من نصر. وراهي ترهونة ماهيش دولة، ماهيش الأخيرة راه والله باذن الله للرجمة. ليبيا احنا ماناش مستغنين على اي شبر منه. في سياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة والجزيرة مباشر في ليبيا بأن أعدادا كبيرة من قوات حكومة الوفاق دخلت ترهونة من دون وقوع اشتباكات عنيفة، إذ تراجع مقاتل حفتر سريعا خارج المدينة صوب بني وليد وقاعدة الجفرة الجوية. دعونا أيضا نتابع. مشاهدينا الكرام، من داخل مدينة ترهونة وفي وسط مدينة ترهونة تحديدا ننقل إليكم الصورة عبر قناة الجزيرة مباشر. الآن نحن في وسط مدينة ترهونة، هذا المعلم الذي خلفكم هو وسط مدينة ترهونة، جزيرة الدوران هذه تعتبر وسط مدينة ترهونة، وسط عدد كبير جدا
واحدا من المقاتلين الوفاق الذين يدخلون إلى مدينة ترهونة بشكل كبير جدا في هذه الأوقات. ربما نأخذ لقاء مظاهر الاحتفالات كبيرة جدا في هذا التوقيت، مظاهر الاحتفالات كبيرة جدا في هذا المكان. ربما نأخذ لقاء مع الهادي دراه وهو الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات جفرة سرت. يعني بداية هذا النصر وهذه النقطة التي وصلتموها اليوم ماذا تمثل؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نبارك الانتصارات، نبارك تحرير مدينة ترهونة، والأقبال إن شاء الله تحرير كل ليبيا. اليوم تحرير مدينة ترهونة يعتبر القضاء على آخر وكر موكار المتمرد خليفة حفتر الذي حاول الوصول إلى السلطة عن طريق أكتاف الليبيين بعد سنة من الدمار، سنة من الخراب، بعد قتل الليبيين. ها هو الآن يخرج من ترهونة، يخرج من كل الغرب الليبي، وبعون الله سيخرج من كل ليبيا الحبيبة إن شاء الله. بشأن الليبي أيضا، قال رئيس المجلس الأعلى خالد المشري إن هجوم قوات حفتر على طرابلس كان مؤامرة، مضيفا أن ليبيا سيكون لها وقفة وأنها سترفع دعاوى دولية على المتآمرين للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبلاد بسبب ذلك الدعم. وأضاف المشري أن انتصار العاصمة هو مقدمة لتحرير كامل التراب الليبي، وتعهد بمساعدة النازحين من كل مدن ليبيا شرقا وجنوبا للعودة إلى منازلهم. إن انتصار العاصمة هو مقدمة لتحرير كامل التراب الليبي. نحن اليوم فرحنا بتحرير العاصمة، وفرحنا أيضا بعودة النازحين. هذه الفرحة هي فرحة منقوصة. لماذا؟ لأن هناك أيضا آلاف النازحين، بل مئات الآلاف، من بنغازي، من درنة، من جدابية، من الجنوب، من مرزق، من سبها. كل هؤلاء النازحين لابد أن يعودوا إلى بيوتهم، وهذا وعد منا بعون الله تعالى. ويسعنا في هذه اللحظات، لحظات الفرح بالانتصار، أن نشكر أيضا الدول التي وقفت معنا، فإقامة تحالفات حقيقية مع دول تجمعنا بينهم مصالح وليست تبعية كما يقوم هذا المجرم ومن معه. نتقدم إليهم بالشكر الجزيل على الدعم لتحقيق الاستقرار، وسنكمل هذا التعاون في الدعم بإقامة الدولة وإقامة المشاريع وتحقيق أيضا الاستقرار الاقتصادي بعد تحقيق الاستقرار الأمني بعون الله. بارك المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة زنتان الليبية، بارك انتصارات قوات الوفاق ضد ميليشيات خليفة حفتر وتحريرها كامل المنطقة الغربية. واعتبر المجلس في بيان أن هذا الانتصار هزيمة لمشروع قوى الشر المتمثلة في بعض الأنظمة العربية الداعمة لعودة ليبيا للديكتاتورية والاستبداد وحكم العسكر. وأكد المجلس ضرورة تطهير كامل البلاد من ميليشيات حفتر ومحاسبتها على ما اقترفته من جرائم، مشددا في الوقت ذاته على رفض التفاوض والجلوس مع مجرم الحرب أو الاعتراف به شريكا في الصلح، داعيا إلى ملاحقته وتقديمه للعدالة. ودعا المجلس إلى وضع استراتيجية لمرحلة ما بعد العدوان لأجل إعادة بناء الجيش بالطرق الصحيحة وقطع الطريق على المتربصين بليبيا وأمنها. وتتواصل الاحتفالات بميدان الشهداء في طرابلس بسيطرة قوات الوفاق الوطني على كامل الغرب الليبي. دعونا نتابع. ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الفريق محمد الشريف رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق الليبية. سيد محمد مرحبا بك. سيد محمد، ما هي آخر التطورات الميدانية والعسكرية المتعلقة بالمعارك الدائرة في ترهونة بعد السيطرة على المدينة واستمراركم في ملاحقة الفارين منها من قوات حفتر؟
أولا في البداية أشكركم وأشكر القناة الموقرة على هذه الاستضافة، ونهني أنفسنا ونهني الشعب الليبي بهذه الانتصارات التي تحققت خلال هذه الفترة الوجيزة التي بدأت منذ أيام قليلة، والآن الحمد لله بعد تم تحرير مدينة ترهونة أصبح هناك معنويات عالية للجيش الليبي وقوات المساندة له، نحييهم في هذا اليوم ونتمنى عودة المفقودين والشفاء العاجل لجرحانا، كما نتمنى لشهدائنا الأبرار الجنة. بالنسبة لتطورات الميدانية، نحن بعد تحرير مدينة ترهونة وفرار واد حفتر من هذه المدينة باتجاه الجنوب، ربما يتطور الأمر بعد حسب ظروف المعركة إلى اتجاه الشرق أو اتجاه الجنوب حسب ما يتطلب المعركة وظروفها الحالية والمواقف السياسية التي قد تدخل في بعض الأمور. ولكن في ما يهمنا الآن هو أن احنا حققنا انتصارات كبيرة خلال أيام بسيطة والحمد لله. نعم. ألو. نعم. سيد محمد، يعني تحدثت عن هروب قوات حفتر أو القوات الموالية لخليفة حفتر إلى الجنوب، إذن ما هي الخطة المتعلقة؟ أنتم تتحدثون عن ملاحقة هذه القوات، إلى أين تتوقعون أنهم ذاهبون؟ وما هي الخطة المتعلقة بملاحقتهم حتى الآن؟ نحن كما ذكرت لك سالفة أنهم تجاوب باتجاه الجنوب باتجاه قاهرة جفرة، ونحن نقدر موقفنا قبل أي حرب. نعم. طيب بكم تقدرون هذه القوات المساندة لحفتر؟ كم كان عدد القوات التي هربت من ترهونة وخرجت إلى الجنوب؟ نعم. فقدنا الاتصال بالفريق محمد شريف رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق الليبية. تنضم إلينا عبر سكايب أمينة مطير عضو المجلس الرئاسي الليبي. سيدة أمينة مرحبا بك. سيدة أمينة، يعني إلى أي مدى يمكن تقييم التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالمشهد السياسي الليبي في ظل التطورات العسكرية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نترحم على الشهداء الذين دفعوا أرواحهم ودمائهم الغالية، دفعوها رخيصة من أجل هذا الوطن، وندعو الله أن يشفي الجرحى جميعا. والحمد لله، الحمد لله أن الله كلل جهود المقاتلين بالنصر هذا اليوم، والشكر الموصول لدولة تركيا ودولة قطر. ثانيا، الآن نحن في وقت انتصرت فيه قوات الوفاق على مجرم الحرب حفتر، وكذلك دحرت هذه القوات إلى مخارج خارج مدينة طرابلس، وأيضا خارج مدينة ترهونة، وخارج مدينة بني وليد. حاليا ما زال المنطقة الوسطى وكذلك المنطقة الشرقية، وبإذن الله ستنتهي دواعش حفتر وأزلامه في كل مناطق ليبيا بإذن الله. ولكن الآن عندما نتكلم عن الخطوات التي بعدها، وهي سنتكلم عن بناء الدولة، دولة القانون، وهي سنلتفت إلى الدستور الذي أنتجته اللجنة المنتخبة من الشارع الليبي، ويجب أن نتجه لها وندعم هذا المخرج لكي نخرج بليبيا من دولة في فترات انتقالية إلى فترة دائمة، وهي دولة مؤسسات ودولة قانون. نعم. سيدة آمنة، خليفة حفتر وقواته لديهم شركاء وحلفاء دوليين، هل تتوقعين أن يتنازلوا عن دعمهم لمشروع خليفة حفتر بعد كل هذه الاستثمارات التي أنفقوها في مشروع حفتر؟ أكيد سيتجهون إلى بناء شخصية أخرى لكي تستمر هذه الاستثمارات، ولكي يعني يحصدوا ولو قليلا من النتائج. لكن أعتقد أن هذه الدول اتجهت في الاتجاه الخاطئ ودعمت الحصان الخاسر، ولن تدعم شخصية سيتوافق عليها الشعب الليبي، وإنما هذه الدول دائما اتجاهها لاتجاه الدكتاتوريات واتجاه الحداء العسكري. لا أعتقد أن هذه الدول ستنجح في اختيار شخصية، يعني شخصية مدنية يتوافق عليها الشارع الليبي من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب. طيب،
طيب سيدة آمنة، هناك مطالبات عديدة في ظل الانتصارات المتتالية لقوات الوفاق الوطني، هناك مطالبات عديدة لقوات للوفاق الوطني وحكومة الوفاق الوطني لأجل تقديم هذه الدول للعدالة الدولية ومساءلتها أمام العدالة الدولية. متى يمكننا أن نسمع عن تحرك في هذا الاتجاه؟ للأمانة هناك لجنة داخل وزارة العدل وهي تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات والجرائم. حاليا هناك ثلاث ملفات، خلصت اللجنة إلى إنشاء ثلاث تقارير، وأعتقد أن هذه التقارير سترسل إلى محكمة العدل الدولية بإذن الله، لأن الشارع الليبي ضاغط باتجاه محاكمة هذه الدول وكذلك بقطع العلاقات معها نهائيا. نعم نعم، ابقي معي سيدة آمنة، عاد إلينا مرة أخرى لواء الفريق محمد الشريف. سيد محمد، كنت أسألك عن تقديراتكم لقوات حفتر التي هربت من ترهونة، كم عددها وكم تبلغ؟ نعم، للأسف يبدو أنه لدينا مشكلة في الاتصال، ربما نعم. سيدة محمد شريف، كنت أسألك عن تقديركم لقوات حفتر التي هربت من ترهونة، كم تقدرونها؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بالفريق محمد الشريف، ربما نعاود الاتصال به مرة أخرى. أعود إليك مرة أخرى سيدة آمنة، كنت تتحدثين عن مساءلة هذه الدول، متى تحديدا يمكن أن نسمع عن خطوة في هذا الاتجاه؟ بإذن الله عندما تنتهي، عندما القوات ترتب نفسها والقادة يرتبون نفسهم، سيتجهون للضغط على الحكومة لإرسال هذه الملفات. بإذن الله لن نسكت عن حقنا في الدفاع عن المواطن الليبي، وسنطالب بهذا الحق وسنحاكم هذه الدول، يجب محاكمتها للقصاص منها على ما ارتكبته من جرائم عديدة جدا جدا داخل الأراضي الليبية. نعم، وضحت الفكرة. ينضم إلينا مباشرة من طرابلس سهيل الشريف، رئيس المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب. سيد سهيل، مرحبا بك. سيد سهيل، ما هي تقديراتكم للوضع على الأرض حاليا فيما يتعلق بالمعارك الدائرة حول ترهونة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نترحم على أرواح الشهداء الأبرار ونهديهم النصر المبين وهذه الفرحة الكبيرة التي عمت كافة ربوع المنطقة الغربية. اليوم بفضل الله وبفضل رجال بركان الغضب تم تحرير مدينة ترهونة بالكامل من دنس المعتدين ودنس المجرمين الذين اغتصبوا المنطقة الغربية، حاولوا الهجوم عليها ثم بدأت المعارك، واليوم بفضل الله تعالى انتهى هذا العدوان في المنطقة الغربية بالكامل وتم تحرير جميع المدن التي كانت تحت سيطرة قوات حفتر الإجرامية الإرهابية التي استعانت بكل ما لديها من إمكانيات وتعاونت مع 7 دول حتى تقوم باجتياح العاصمة، ولكن هيهات، ولكن الحمد لله انتصر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. طيب سيد سهيل، ما هي الخطوة التالية فيما يتعلق بمطاردة القوات التي هربت من ترهونة التابعة لخليفة حفتر؟ بالنسبة للخطوة التالية، اليوم منذ قليل يعني دخلت قوات حكومة الوفاق إلى مدينة بني وليد وقامت يعني بتمشيط داخل المدينة، ولا زالت حتى الآن داخل مدينة بني وليد تقوم بتمشيطها. الخطوة القادمة بإذن الله ستحددها الغرفة العليا وستعلن عنها وتفصح عنها بالكامل بإذن الله. بالنسبة طيب ما حدث اليوم يعني من الداخل بعد سيطرة حفتر عليها؟ بالنسبة وجدنا ترهونة من الداخل، كانت جميع فلول حفتر هاربة من مدينة ترهونة وبرئاسة محمد الكاني آمر ميليشيات الكانيات واللواء 9 وفوزي المنصوري وجميع القوات التي كانت متمركزة داخل العاصمة طرابلس، هربوا فارين وتركوا المدنيين وتركوا كل ما لديهم داخل مدينة ترهونة، وخاصة المشهد الذي يعجز الإنسان عن وصفه عندما دخلنا إلى مستشفى ترهونة المركزي ووجدنا الجثامين عدد رهيب، أكثر من 70 جثة
موجودة داخل المستشفى ترهون المركزي، كل الجثث أو جلهم تابعين لقوات حفتر ومسجلين بأسماء الكتائب، منهم كتيبة 128 التابعة لحسن زادمة، ومنهم كتيبة طارق بن زياد والعديد، ومنهم الصاعقة، ومنهم العديد من الكتائب. أعتقد الآن أن آباءهم وأبناءهم لا زالوا يبحثون عنهم، ربما يظنوهم مفقودين، ولكن للأسف الشديد هم مقتولين منذ أيام، ولكن إنهم خجلون من أن يرجعوا بهم إلى أهلهم، فسجلوهم تقريبا، حيكون يعني مسجلينهم أنهم مفقودين أو حاجة من هالشكل، فهربوا فارين وتركوا كل ما لديهم، تركوا أبسط الأشياء وهو الجثمان، تركوه داخل المستشفى في الممرات وفي الطرقات وفي كل الأماكن داخل المستشفى، تركوهم مرميين. وقمنا بنشر يعني فيديو حصري في صفحتنا الخاصة المركز الإعلامي لمحور قوة مكافحة الإرهاب، يوضح المأساة والمعاناة التي كانوا يعانونها، والمشهد المثير الذي تركوه خلفهم، تركوا أبسط الأشياء لا وهو جثمان الشخص الذي كان يقاتل بصفهم. هذا لا يدل على شيء إلا شيء واحد. ابقى معي سيد سهيل الشريف، نذهب والآن نتحول إلى جانب من كلمة المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أحمد المسماري، فإلى هناك. أن يسجل التاريخ مثل ما سجل لسيد عمر مختار. عمر مختار قال سنري أغريتسياني صلابتنا، ونحن سنري أردوغان صلابتنا وبقوة وبحزم، وسيسجل لنا التاريخ ذلك، ويكفينا هذا الشرف. وقت أقول كلمة الليبيين في نهاية هذا المؤتمر، وتمناها أن تصل بشكل حقيقي، أسأل كبار السن سيجاوبوكم عن هذا المعنى، محق جلدك اللذ من ظفرك. أشكركم في نهاية هذا المؤتمر، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أعود إليك مرة أخرى سيد سهيل، كنت تتحدث عن جثامين عديدة وجدتموها داخل مستشفى ترهونة، يعني وقلت أنكم نشرتم فيديو بشأن هذه الجثامين، هل تم التعرف عليها من قبل الأهالي؟ ما هي الخطوة التالية فيما يتعلق بذلك؟ وبماذا تفسر هذا السلوك من جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر؟ بالنسبة للجثامين التي قمنا بنشرها، أغلب الجثامين لا تحتاج إلى من يعرفها، فهي مذكورة بالاسم وباسم الكتيبة التي يتبعها وباسم الجهة التي قدم منها، يعني الأمور واضحة، هم فروا وتركوها منذ أيام. يعني الموضوع الجثامين يوجد منها حتى المتحللة، ليس اليوم فقط، يمكن يحفي جثامين يمكن لها 3 أو 4 أو حتى أسبوع، هم فروا هاربين وتركوها. هذا لا يدل على شيء واحد، ألا أن وهو المشروع هو مشروع شخص واحد، ليس مشروع قضية وطن، ليس مشروع لبناء دولة، هو عبارة عن مشروع شخص واحد. عندما فشل هذا المشروع، كل شخص منهم هرب فارا، ترك كل ما وراءه، ترك حتى أخوه أو صديقه، ولكن إن كان مشروعهم قضية وطن حقيقية، فما تركوا جثامينهم وما تركوا قتلاهم خلفهم وما تركوهم وهم كانوا بين أيديهم. طيب سيد سهيل، في كل معركة من المعارك خرج حفتر من مدينة، حصلتم على غنائم لمعدات وأسلحة لدولة من الدول الداعمة لخليفة حفتر، ما الذي وجدتموه هذه المرة في ترهونة؟ في ترهونة يوجد العديد من الغنائم، يوجد العديد من الغنائم، ولكن لم يحصر أي شيء يعني من الدول الأخرى يعني بطريقة رسمية حتى الآن، ولا يوجد أي حصر، لا زال الشباب في الجبهة في داخل مدينة ترهونة يقومون بتمشيط على نطاق واسع، ولكنهم فروا هاربين وأخذوا أشياءهم المهمة وكل قادتهم، وتركوا المقاتلين في بيوتهم، ولا يزال الآن البحث للتعرف على من هو كان من ضمن هذه العملية الإجرامية، وكل شخص قام بدعم حفتر وقام بالوقوف معه وقام بمساندته سينال عقابه بإذن الله تعالى. أما من لم يكن له أي تدخل أو أي مشاركة، فنحن بإذن الله تعالى لن نقرب المدنيين، فهم سالمون بإذن الله ولن يحدث لهم أي شيء. نحن تحكمنا عادات وقوانين وشرع، هذا يجب أن يعرفه الجميع. طيب سيد سهيل، بهذه المعركة بالسيطرة على ترهونة، انتهت سيطرة حفتر على الغرب الليبي، الخطوة التالية المتعلقة ببني وليد وهي مدينة مهمة فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية لحفتر، ما الذي تنوونه فيما يتعلق بهذه المدينة؟ بالنسبة لبني وليد حاليا لم تعد مدينة مهمة لحفتر،
لدعمه لوجستيا، فهي أول مدينة بعيدة عنه، يعني كل البعد عن إمداداته. هم الآن فروا، ذهبوا فارين إلى الجفرة وإلى ما بعد الجفرة. بن وليد دخل الشباب منذ ساعات واجتاحوا المدينة باسم قوات البركان المرصوص، وقاموا بتمشيط لداخل المدينة، ولا يزال حتى الآن هذه العملية واسعة، والشباب بإذن الله سيقومون بالقبض بكل من يشتبه عليه وكل من هو مشارك ومساهم في دعم حفتر حتى وداخل مدينة بني وليد. ولكن الفلول الهاربة من حفتر ذهبت بعيدا، ذهبت بعيدا نعم. حتى ما بعد بني وليد. آخر رصد للفلول كانت متجهة بمدينة الجفرة داخل القاعدة العسكرية. نعم سيد سهيل الشريف رئيس المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من طرابلس. أعود إليك مرة أخرى سيدة أمنة مطير عضو المجلس الرئاسي الليبي. سيدة أمنة، هذه التطورات العسكرية تضع في الجانب السياسي مزيد من الحراك ومزيد من الأسئلة المتعلقة بالمستقبل، ما الذي تتوقعونه مستقبلا فيما يتعلق بالمشهد الليبي؟ المشهد الليبي أعتقد أن بدون تحرير كامل لجميع الأراضي الليبية صعب أن نتنبأ بأي يعني عملية سياسية أخرى أو يعني استقرار دائم للمنطقة. فلهذا الخطوة الأولى هي تحرير كافة الأراضي الليبية، وأتمنى أن تقف معنا الدولة التركية في هذا الأمر إلى أن تتم تحرير جميع الأراضي الليبية وخروج حفتر من الرجل وخروجه عن المشهد الليبي بالكامل. نعم. طيب سيدة أمنة، كنا نتحدث سابقا عن مساءلة الدول الداعمة لحفتر، وتحدثت عن يعني أن ذلك سيكون قريبا. هل لديكم ملف جهزتموه أم أنكم ستقومون بفعل ذلك في فترة لاحقة؟ وما هي الاتهامات التي توجهونها لهذه الدول؟ هناك ملفات أعدة من اللجنة التي التابعة لوزارة العدل، وهي متخصصة في رصد الانتهاكات وتجميعها، وهذه الملفات جاهزة للذهاب بها إلى محكمة الجنايات الدولية، وكذلك للتقاضي الدولي حول دعم الدول لحفتر، وكذلك على إجرام حفتر وميليشياته. نعم شكرا سيدة أمنة مطير، كنت معي عبر سكايب من طرابلس عضو المجلس الرئاسي الليبي، لك جزيل الشكر. يضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من نصراتة مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب. سيد مصطفى مرحبا بك. سيد مصطفى، دعنا في آخر التطورات والتفاصيل المتعلقة بعملية بركان الغضب فيما حدث فيما يتعلق بمدينة ترهونة. مساء الخير لك ولكل مشاهدي القناة. ربما آخر الأخبار هي ما تقوم به قوات البركان الآن من تتبع لفلول ميليشيات المجرم خليفة حفتر التي فرت هاربة من مدينة ترهونة صباح اليوم، بالتعاون أيضا مع وزارة الداخلية. الآن في هذه الأثناء تقوم قوات البركان في داخل مدينة ترهونة بإعادة ترتيب الوضع الأمني وإعادة تفعيل مديرية الأمن. قوات البركان تبسط السيطرة الآن بالمطلق وبالكامل على كامل المنطقة العسكرية طرابلس والمنطقة العسكرية الغربية. اليوم نستطيع القول بأن مشروع خليفة حفتر انتهى. ربما هو مشروع دولي، ربما خليفة حفتر هو الأداة لهذا المشروع، لكن نستطيع القول بأنه بعد هذه الهزائم التي مني بها آخرها نهار اليوم، لا وجود لحفتر في المنطقة الغربية، وقريبا جدا سينتهي حفتر من المشهد بالكامل في ليبيا إن شاء الله. نعم. طيب سيد مصطفى، ما هي الأخبار المتعلقة باستمرار عملية بركان الغضب بعد هذه النقطة؟ ما هي الاتجاه الذي يجب أن تذهبوا إليه؟
بالتأكيد العمليات العسكرية لن تتوقف، قوات البركان لديها بنك من الأهداف لعل أقربها هو تحرير الحقول النفطية وكذلك تحرير مدينة سرت وقاعدة الجفرة، ربما هذه الأهداف الأولية. لكن الهدف الأساس منذ قيام هذه العملية أو منذ تأسست غرفة عمليات البركان كان الهدف الأساسي هو القضاء على حالة التمرد التي أنشأت هذا العدوان، العدوان على طرابلس يوم 4 إبريل 2019 ما هو إلا نتيجة لحالة التمرد التي أعلنها المجرم خليفة حفتر بانقلابه على الشرعية وعلى الدولة. اليوم ولله الحمد تم صد هذا العدوان، البقية تأتي في عمليات عسكرية لإنهاء حالة التمرد وبسط السيطرة على كامل التراب الليبي حتى نؤسس للعملية السياسية في قادم الأيام أكيد إن شاء الله. طيب سيد مصطفى، عملية بركان الغضب كانت مدعومة من الجانب التركي، إلى أي مدى ساهم هذا الدعم في تحقيق أهداف هذه العملية حتى هذه اللحظة؟ بالتأكيد كان للاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الشرعية حكومة الوفاق مع الدولة التركية كان لها الأثر الإيجابي في سير العمليات العسكرية. ربما تأخرت حتى حكومة الوفاق، وكنا نلوم كثيرا على حكومة الوفاق ونقول بأن على الحكومة الشرعية حكومة الوفاق واجب وطني وأخلاقي بأن تمد قواتها بكل ما يمكنها من أجل تحقيق النصر. أكثر من 8 أشهر مرت ونحن نتصدى لهذا العدوان إلى أن جاءت هذه الاتفاقية. بالفعل كان لهذه الاتفاقية أثر طيب وأثر جيد باعتبار أن تزودت قوات البركان ببعض الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي مكنتها من تطوير عملياتها العسكرية. بالفعل تغير التكتيك العسكري بعد هذه الاتفاقية الأمنية، انطلقت عملية عاصفة السلام في مارس الماضي، بدأت هذه العملية بتحرير مدن الساحل الغربي، استكمل المشوار بسقوط قاعدة الوطية وبتحرير قاعدة الوطية. طبعا هذه القاعدة ما أن أصبحت تحت سيطرة قوات البركان حتى غيرت في ميزان القوى بالكامل في المنطقة الغربية. كل هذه الانتصارات التي تتحقق اليوم هي نتيجة دماء وتضحيات وعرق وبذل جهد لأكثر من 4 أشهر من التضحية والبذل والعطاء من قبل أهلنا في ليبيا. نعم. طيب سيد مصطفى، هناك أنباء عن تحييد التواجد الروسي في العمليات العسكرية الدائرة على الأرض، إلى أي مدى يمكنك أن تؤكد أو تنفي ذلك؟ بالتأكيد أولا هزمت روسيا في ليبيا، دعني نقولها وبكل صراحة، نقول أن من هزم في ليبيا هزم المشروع. حفتر ما هو إلا أداة لهذا المشروع، المشروع الإماراتي المصري السعودي المدعوم من فرنسا ومن روسيا. طيلة هذه المعارك كانت في كل يوم تتكبد مجموعات الفاغنر الروسية الخسارة تلو الخسارة في الأرواح وفي المعدات، وفشل مشروعها في دعم هذا المجرم حتى يتمكنوا من الدخول إلى العاصمة. فشل الرهان على حفتر وفشل هذه المجموعات على أن تغير في ميزان القوة بالتأكيد جعل منها أن تعيد النظر أو تغير من سياستها. بالتأكيد نرى تغير إيجابي ربما بسحب بقايا هذه المجموعات، وهذا حدث منذ أيام عندما قامت هذه المجموعات بالانسحاب من محاور جنوب طرابلس. تبين حقيقة بأن من كنا نقاتلهم الفاغنر الروسية، لأنه ما أن انسحبوا هؤلاء المرتزقة حتى تبين هشاشة وضعف الميليشيات التي كان يدعي حفتر بأنها جيش. نعم. طيب سيد مصطفى، الآليات العسكرية سواء المصرية سواء الروسية والغطاء العسكري الذي وصل لحفتر من داعمي كان يشكل في لحظة من اللحظات مشكلة في مسألة السيطرة على الجو. أنتم تقدمتم خلال هذه المعارك بسيطرة مختلفة على الجو، كيف تعلق على هذه النقطة؟
بالتأكيد هو ربما كما أشرت لك بأن عندما تحررت قاعدة الوطية وكانت قاعدة الوطية هي القاعدة الأساس التي كانت تصل كل الإمدادات لميليشيات المجرم خليفة حفتر في الغرب الليبي، كان يأتي من عبر هذه القاعدة بالنظر لأهميتها العسكرية. كانت طائرات الشحن الإماراتية والفرنسية والروسية كانت تأتي بالمعدات والأسلحة والمرتزقة إلى هذه القاعدة، ومن ثم يتم توزيعهم على محاور القتال في جنوب طرابلس. العمليات النوعية التي قامت بها قوات البركان بدأت يوم تحديدا يوم 26 مارس عندما تقدمت بعملية نوعية في داخل قاعدة الوطية، تمكننا من خلالها في أسر مجموعة من الضباط وإعطاب مجموعة من الطائرات في داخل القاعدة، كان له أثر مهم. مسألة تدرب شبابنا على مسألة الطيران المسير ودخول الطيران المسير في هذا النوع من الطيران إلى جانب الطيران الحربي لسلاحنا في سلاح الجوي كان له أثر أيضا في قطع خطوط الإمداد من الناحية البرية. كان التناغم وكانت الخطط العسكرية تسير على أفضل ما يرام بالنظر إلى المعطيات الموجودة. كان سلاح الجو يقوم بقطع الإمدادات وكانت العمليات البرية تتقدم وفقا للأهداف التي يتم رسمها. حقيقة كانت ملحمة بطولية ربما سيأتي اليوم الذي سيتكلم عنها حتى المحايد ويقول كم كانت هذه الأعمال بطولية وكم كانت هذه الانتصارات إعجاز حقيقي في العمل العسكري. أن يهزم شعب كل هذه الدول مجتمعة هذا أمر ليس بالأمر الهين. نعم نعم سيد مصطفى المجاي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعمليات بركان الغضب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بصرة، لك جزيل الشكر. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جنود بلاده المتواجدون في ليبيا وأشقائهم الليبيين يسيرون نحو تحقيق الأهداف المنشودة في هذا البلد. وفي وقت سابق اليوم قال أردوغان إن التضامن الذي أظهرناه مع الإخوة في ليبيا والخدمات الاستشارية التي قدمناها أظهرت مدى قوة أدائنا. Ve şurada son birkaç gün içerisinde Libya'da إن جيشنا يعمل بشكل جيد جدا في مجال الصناعات الدفاعية الآن مع إخوتي في ليبيا. في الأيام الأخيرة جرى تطهير مناطق عدة من الإرهاب منها طرابلس وترهونة والمطارات المحيطة، ونرى أنهم يتقدمون باتجاه الأهداف التي جرى تحديدها. ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الرسول طوسون نائب سابق بالبرلمان التركي. سيد رسول مرحبا بك. سيد رسول، كيف تعلق على الدور التركي في المعارك الدائرة في اسطنبول في طرابلس وترهونة والنتائج التي تحققت إثر هذه المعارك تحرير طرابلس وترهونة؟ بداية تركيا كدولة ديمقراطية تقف إلى جوار الشرعية دوما، فهناك في ليبيا طرفان، الطرف الشرعي يمثله حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والطرف الآخر الطرف المتمرد العاصي ويمثله العاصي حفتر. لذلك تركيا إلى جوار الشرعية، هذا جانب. والجانب الآخر عندما تم توقيع اتفاقية التضامن والتعاون بين البلدين في كل من المجالات العسكرية والأمنية، قدمت تركيا في إطار الاتفاقيات وكذلك تحت رعاية أو باعتناء على القانون الدولي وقفت ودعمت قوات الوفاق. فكما أشار ضيفك الكريم من مصراتة، فكان هناك الأثر الإيجابي على تلك المعارك لصالح قوات حكومة الوفاق، لأن تركيا كما قلت وقفت إلى جوار الشرعية وتتصدى لكل الانقلابيين والمتمردين، فقامت تركيا بواجبها تجاه حكومة الوفاق وفقا للاتفاقيات التي تمت حسب القانون الدولي. طيب سيد رسول،
على الرغم من أن تركيا دخلت للمشهد الليبي باتفاقية أمنية مع الحكومة الشرعية، إلا أن القوات الدول الداعمة لحفتر، مصر والإمارات وروسيا وفرنسا، كانت قد وجهت نيرانها أو وجهت انتقاداتها السياسية لتدخل تركيا في الشأن الليبي، واعتبرت ذلك تدخلا سافرا. كيف رأيتم ذلك؟ فهذا لم يحيرنا، لأن تلك القوى أو تلك الدول التي ذكرتها قبل القضية الليبية كانت يعني تقف في اتجاه تركيا، وكانت تنتقد تركيا، وكانت تعادي تركيا في كل المجالات، لأن تلك القوى للأسف الشديد عميلة للإمبريالية الغربية التي تريد تمزيق لحمة العالم الإسلامي. وكما أشار أردوغان عند تعريفه للمتمرد حفتر إنه شخصية حاولت هدم اللحمة الليبية، فتلك القوى كذلك وقفت وراء هذه الشخصية التي استهدفت الوحدة الليبية. فنحن لم نستغرب من مواقف تلك الدول، لأننا قد تعودنا، فهذه ليست الأولى. نعم، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروف عن قلق موسكو إزاء تطورات الأحداث غربية ليبيا، وقالت في مؤتمر صحفي إن موسكو قلقة إزاء مشاركة من وصفتهم بمسلحي منظمة هيئة تحرير الشام في العمليات العسكرية غربية ليبيا. قلقونا للغاية إزاء تطورات الأحداث في غرب ليبيا. تثير قلقنا زيادة عدد الجرائم التي ترتكبها الميليشيات المسلحة التي يقاتل في صفوفها مسلحون نقلوا من سوريا بمن فيهم عناصر من جبهة النصرة المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية من طرف مجلس الأمن الدولي، والتي باتت تنشط تحت اسم جديد هو هيئة تحرير الشام. ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو يفغيني سيدروف، محلل سياسي روسي. سيد يفغيني، مرحبا بك. سيد يفغيني، هناك تحول في الموقف الروسي تجاه المعارك الدائرة في ليبيا، وهناك من يتحدث عن تحييد للموقف الروسي أو للتدخل الروسي في الفترة القادمة، كيف ترى ذلك؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. الحقيقة أن هذا التحول في الموقف الروسي لم يكن مفاجئا أو لم يكن جديدا، لأن روسيا كانت منذ بداية الأمر استعرضت قدرتها على يعني الوقوف موقفا محايدا نوعا ما فيما يتعلق بالأزمة الليبية، رغم أن هناك من أصر على أن روسيا هي تدعم مجرد طرفا واحد، أي مجرد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إلا أن روسيا لم تنسى في أي لحظة من اللحظات بأن هناك طرفا آخر. الدليل على ذلك عدة زيارات قام بها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز سراج إلى روسيا. المرة الأولى كانت في خريف العام الماضي حينما استضافت روسيا وتحديدا مدينة سوتشي القمة الإفريقية. المرة الثانية زار رئيس حكومة الوفاق موسكو في بداية هذه السنة، وكانت هناك محاولة لم تتكلل للأسف الشديد بالنجاح لعقد هدنة بين طرفي الصراع، ولكن كل هذه الوقائع إلى زيارة الوفاق تدل على أن روسيا الآن تنتهج نفس النهج الذي كانت تنتهجه منذ البداية، وهو عدم تدخل بشكل سافر في النزاع الليبي، وإنما الدعوة لإجراء حوار بين طرفي الصراع. فروسيا كانت تبدي مرارا وتكرارا استعدادها لأداء دور الوسيط لتسوية هذه الأزمة.
ولكن سيد يفجيني، البعض يقول أن التحول الروسي مرهون بالخسائر التي مني بها خليفة حفتر، وأن ذلك ليس لأجل دعم الموقف السياسي الليبي والصلح الليبي أو الحل السياسي الليبي، ولكن لتفادي مزيد من الخسائر. أنا أعتقد بأن روسيا كانت قد استعشرت بمثل هذا التطور الذي جرى في الفترة الأخيرة في ليبيا، وبالتالي لم يكن مثل هذه التطورات جديدة على موسكو. ولكن من جهة أخرى الملفت أن روسيا بطبيعة الحال الآن تبذل جهودا جهيدة لربما العودة إلى العملية السياسية التي بدأتها هي، أي موسكو، من ثم استمرت هذه العملية في برلين في أوائل هذا العام. للأسف لم تتكلل هذه الجهود بالنجاح، ولكن روسيا ربما بالتنسيق مع تركيا الآن في هذا الوقت تحاول إحياء هذه العملية. نعم، شكرا سيد يفجيني سيدروف، محلل السياسي الروسي، كنت معنا عبر سكايب من موسكو، لك جزيل الشكر. مشاهدينا، المسائية مستمرة، وبعد الفصل باقي فقرتنا وفيها: 3 سنوات على حصار قطر، دوحة تعزز أوراق قوتها، والرباعي مستمر في المراوغة. ابقوا معنا.